اسمي نبيل جاسم عبد الله فخرو، وعمري حوالي الحين تقريبا 65. الحين تقريبا 30 سنة كنت يعني أرغب حق الطبر وأروح أشوف وشلون يسوون. حق الطبول ما مش إلا أنا، وهذا شيء الخليج يوني أنا على شغلتي، والرقمات العربية الجلد العربي حق الطيران ما مش إلا عندي أنا، الخليج كله ما في. ياني واحد يتعلم كويتي ما قدر لأن شغلته صعبة، نجيبه ونخيسه نشيل الشعر من فوقه ونقسله وننظفه، عقب يومين ثلاثة أيام نسويه بيت طيران حق الطائرة، نجيبه من برا بس ننظفه نشتغل عليه ونصبغه على اللون نبيه ونسوي نضربه باليس ونركب له هني حديد وخيزران تلني بالجلد راكبه للركب من الجلد ونخيطه نخيطه وشنهم سلمت الله ميبر وحبل. هذه ياخذون حق اللي هول حق القرقاعون والاناس، خصا ايام القرقاعون والله هي موسمها رمضان وموسم ايام الاحتفالات، خصا العيد الوطني عندنا موسم هذه يعني. عن زمان الأول وايد تغير، الأول اعتماد على المساحر اللي رحنا طقينا عند ساحرين يطلعن عالم يهال ويانا في التسحير، يهال تجمعون والنسوان بطلون دريشون بيبان بس يبون يشوفون المساحر، الحمار ويانا رأي الحمار ويانا وياخذ الرزق بعد بس يدور ويانا الصبح والعصر. هذا هي هذه على الزمان الاول اي علي والله.